الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف البنك المركزي العراقي أن مساهمة الذهب الموجود في الداخل والخارج خلال عام 2023 كانت بنسبة 8.5% من إجمالي الاحتياطات من العملة الأجنبية الخاصة بالبلاد. وقال البنك في تقرير له إن إجمالي احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية سواء كان من الذهب أم من الدولار أو النقد الأجنبي لدى البنك في عام 2023 بلغ 145 تريليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 3.5% عن العام 2022 والذي بلغ 140 تريليون دينار. كشفت وزارة السياحة الإيرانية أن العراق تصدر قائمة السياح الوافدين إلى إيران خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال مساعد وزير السياحة علي أصغر شالبافيان إن إيران استقبلت أكثر من 4,168,000 سائح في آخر 6 أشهر، حيث دخلوا نحو 4 مليارات دولار، مضيفا أن معظم السياح الذين يدخلون إيران هم من العراق وأفغانستان وتركيا وباكستان وأذربيجان وأرمينيا والهند ودول الخليج والصين وروسيا على التوالي. قال خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد المصري المتباطئ يفقد قدرته على بث ضوء في نهاية نفق مظلم يسكن فيه منذ سنوات، في وقت يعاني من تفاقم العجز الجاري وتضخم أساسي نتيجة عجز العملة. وتعرض الجنيه المصري إلى مزيد من التدهور مع شح بالعملات الصعبة وزيادة معدلات التضخم بأسعار المستهلكين والاعتماد على الأموال الساخنة مع ندرة الاستثمارات المباشرة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يفقده رونقه والقدرة على خلق إيرادات بالدولار. بلغت صادرات تركيا من المشمش المجفف 50,919 طنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بعائدات ناهزت 287 مليون دولار. وقال رمضان أوزجان رئيس بورصة السلع بولاية ملاطية التركية إن عائدات صادرات المشمش المجفف سجلت 287,913,000 دولار خلال الفترة بين كانون الثاني وأيلول عام 2024. وأشار إلى أن حجم الصادرات من المشمش المجفف خلال الفترة المذكورة بلغ 50,919 طنا، مبينا أنهم يخططون لإغلاق العام الحالي بطائرات أو بصادرات تصل إلى 80,000 طن. قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إن قيمة الممتلكات في حروب الشرق الأوسط بلغت أكثر من 20 مليار دولار، محذرا من أنه إذا انتشر الصراع في المنطقة فإن المساهمين الأكبر في الاقتصاد سيتأثرون. وقال بانجا لرويترز إن البنك الدولي الذي يواجه ضغوطا لبذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول النامية على التعامل مع تغير المناخ صوت على تغيير الإرشادات الداخلية للإقراض لتحرير 30 مليار دولار من القدرة الإقراضية الإضافية على مدى العقد المقبل. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.